Donc, revenons un petit peu à cette période. C'est des jeunes qui n'ont pas d'espoir dans leur pays. Et également qui représentent plus de 100 établissements universitaires de partout dans le Maroc. احنا اليوم متواجدين بواحد الحدث اهم ديال المنظمه ديالنا واللي هو المسابقه الوطنيه اللي غادي تختار فيها الفريق اللي غيمثل المغرب في المسابقه الدوليه العالميه اللي غتكون ما بين 35 بلد من 14 ل 31 اكتوبر. هذا الحدث كيدخل وكيندرج في اطار سستينبل انوفيشن فيست اللي هو واحد الاحتفال اللي كنحتفلوا به بالمبادره عند الشباب وخصوصا الشباب الطلبه، وكذلك روح المقاوله والمقاوله الاجتماعيه ورياده الاعمال عندهم، وكيفاش اننا يمكننا نخلقوا فرص تغيير ايجابي في المجتمعات ديالنا الى ثقنا في الشباب ودعمناهم وواكبناهم باش يخلقوا هذا التغيير الايجابي. هاد الشباب اللي معنا اليوم كيمثلوا اكثر من 100 مؤسسه ومعهد ديال التعليم العالي في المغرب، اللي حطوا اكثر من 250 فكره مشروع في ارض الواقع، واللي فقط 4 منهم قدروا يتاهلوا للدور النهائي اليوم معنا، واللي واحد فيهم غادي تختار باش انه يمثل المغرب في المسابقه العالميه. بحكم يعني معيار ديال الاختيار ديال هاد المشاريع كيخص يكون نشوفوا روح القياده والمبادره عند هاد الفرق اناكتوس، وكذلك كيفاش انهم كيستخدموا مهارات مجال المقاوله باش انهم يحلوا بطريقه ابداعيه اشكاليات كاينه في المجتمع ديالنا. واهم حاجه كنقلبوا عليها هي الاستدامه وديمومه في المشاريع اللي كيشتغلوا عليها، وكيفاش انهم كيجاوبوا من خلال هذاك المنتوج ولا هذيك الخدمه على واحد التحدي في المجتمع ديالنا، ويخلقوا فرص كذلك ديال الشغل وفرص تنميه سوسيو اقتصاديه للمجتمع. اليوم كنمثلوا اناكتوس و اش تي بي في لا كومبيتيسيون ناسيونال اللي غتخلينا نعرفوا شكون اللي غادي يمثل اناكتوس مروكو والمغرب في لا كومبيتيسيون انترناسيونال. وصراحه حنا اليوم محتاجين لفحال هاد المبادرات اللي كيخليونا نكونوا مقاولين، ولكن اكثر من هذا كنكونوا مقاولين اجتماعيين، اي اننا كنحلوا مشاكل اجتماعيه وفي نفس الوقت كنزيدوا بالاقتصاد ديالنا لقدام. دونك غادي نعطي امثله من المشاريع اللي نجزناهم هذا العام. كاينه بومو دو دوش، واحد الرشاشه ديال الدوش اللي كد ايكونوميزي 50% ديال الماء وكتخلي لو ميم دي بي ولا حسن، و اوسي كتوفرنا واحد لا فيلتراسيون دو لو. وبالنسبه لو بروجي الثاني سي لو بروجي ماركوس اللي خدمنا فيه على لا فالوريزاسيون دي مارجين. هاد لي مارجين هما واحد الماده اللي كتعتبر من لي داشي ديال الزيتون، دونك حنا قدرنا هاد العام الحمد لله اننا نفالوريزيو بهاد لا ماتير اللي كانت كتشكل واحد الخطر كبير على البيئه وعلى المياه الصالحه للشرب ومهم البيئه اون جينيرال. وقدرنا اننا نخرجوا منها دي برودوي كوزميتيك، ولقينا بزاف ديال الشركاء وبزاف ديال الدعم. احنا هاد العام في ايفينمون ديال اناكتوس، وحنا دابا في لافاز فينال يعني بارمي لي 4 فيناليست اللي كاينين هاد العام، وان شاء الله كنتمنوا نكونوا ليكيب اللي رابحه واللي غادي تريبريزونتي زعما لو ماروك في لا كومبيتيسيون انترناسيونال. مهم بور هاد العام حنا بارتيسيبين دابا في هاد لا كومبيتيسيون بثلاثه ديال لي بروجي. لو بروجي الاول سي لو بروجي بيستيك، هما واحد زعما لا بروميير كاتيجوري ديال لو برودوي هما معلقات اللي كناكلو بهم ومن بعد كناكلوهم، وهادشي على وديت لا بروبليماتيك ديال البلاستيك زعما معلقات لي غوبلي لي زاسيت اللي كنستعملوهم ميم با 15 دقيقه اي ابري كنلوحوهم. Pour la le deuxième projet, c'est le projet Medicoco. Il y a Menassa, qui fait des psychologues pour les personnes qui ont un malade nerveux, qui ont des psychologies. Ou les cas les graves, qui sont pour des séances cliniques, ou qui ont des séances. L'avantage de la Menassa, c'est qu'on a un par rapport aux psychologues, peut-être 40%. Le projet l'akhir هو le projet داتي هو alternative au café من العدومه ديال التمر، surtout pour الناس اللي كيبغيو يشربوا الكافي ولكن عندهم مشكل مع لا كافيين، اولا لي كونسوماتور ديال لي بوسون شود زعما اون جينيرال. ايوا ان شاء الله كنتمنوا نقدموا المغرب في لا كومبيتيسيون انترناسيونال وواحد موفق لكاع الفرق. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.